مع تصاعد الصراع في المنطقة، بدأ المتداولون يراهنون على وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحسب بيانات بلومبرغ. وتم تداول نحو 27 مليون برميل من عقود خيارات شراء خام برنت لشهر ديسمبر المقبل، و7 ملايين برميل من عقود خيارات النفط الأمريكي. ويعتبر حجم هذه العقود كبيرا، ويؤشر لتوقعات المستثمرين العالميين باحتمالية وصول النفط لهذه المستويات مع تصاعد المخاطر من حرب موسعة بين إسرائيل وإيران وحلفائها. وارتفعت قيمة عقود خيارات الشراء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس، ويقوم المتداولون إما بالتحوط ضد ارتفاعات الأسعار المحتملة أو تغطية خيارات الشراء المباعة سابقا. وكان خام برنت قد شهد أكبر تقلب في الأسعار منذ مارس 2023 بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، مع وعد إسرائيل بالرد ومساندة من الولايات المتحدة.